صلى الله عليكم، يقول: أريد أن أوقف عمارتي لأبنائي بعد موتي، فهل زوجتي الثانية التي لم أنجب منها يرثون أهلها بهذه العمارة بعد موتها؟ إذا أوقفتها وقفا منججا صارت وقفا لازما لا يجوز الرجوع فيه، أما إذا قلت بعد موتي تكون وقفا هذه حكمها حكم الوصية، حكمها حكم الوصية، راجع فيها القاضي. نعم.